تقتل خطورتها من البدايه. اولا ما اكسرش رتم الفرقه، ان انا ما افقدهاش بالسذاجه دي، وحتى لو فقدها اقدر اعمل فاول تكتيكي، اقدر افضل محتفظ بالضغط بشراسه، اخليه بره الملعب ما يخلوش يلف لجوه الملعب، ما يخلوش يشوف زميله الثاني عشان اقفل عليه زاويه الباص. شوف كم مرحله بقول لكم عليها، دي المراحل الطبيعيه للاعب الكبير على فكره، ان انا بلعبه واحده او بتمركز واحد بقفل كل ده مره واحده، فاوفر الخطوره اللي موجوده عليا. ده اللي حصل بقى، ودي النقطه اللي انا كنا عايزين نتكلم فيها بالتفصيل اكتر واكتر، دي هدخل فيها مع كريم بالتفصيل اكتر واكتر، لكن خليني بقى كمان اخد وجهه نظر عبد اللطيف في الماتش النهارده. هو في الاول دايما مباراه المصري بتبقى مباراه صعبه لحاجه مهمه جدا ما حدش واخد باله منها، هي قصه الملعب. المصري بيلعب جميع مبارياته على استاد برج العرب. يمكن يعني المشكله واجهت كابتن معتمد جمال هي مشكله كبيره، لان هو الراجل لما جه لعب في اربع ملاعب يعتبر، يعني هو لعب في استاد القاهره وراح لعب في برج العرب وراح لعب. فانت طبعا ككابتن عارف ان كل طريقه لعب بتختلف حسب الملعب، حسب ما انا اوزع الملعب النهارده في برج العرب ولا هلعب في السلام، بيبقى ملعب اصغر جدا من طريقه اللعب اللي انا العب في برج العرب. برج المصري نفسه في برج العرب قبل الماتش ده، كان قبل الجوله عموما، كان تاني أسوأ خط دفاع، هو استقبل 13 هدف. يمكن النهارده لما البنك خسر بقى 16 هدف، ورا المقاولين 14 هدف، فهو بقى تالت أسوأ خط هجوم، تالت خط أسوأ دفاع. فاحنا ما قدرناش نستغل دي هجوميا، يعني انا كنت اتمنى ان احنا نزيد هجوميا اكتر ما احنا. انت بقى حضرتك تتكلم انت وكريم على نقطه الهدف، احنا دايما بنستقبل اهداف، يعني انا بقالنا قبل كابتن معتمد جمال كنا ماشيين كويس. لا انا قصدي قبل كابتن معتمد جمال كنا بنستقبل اهداف، بس تسع ماتشات واخدين 15 جول، مظبوط رقم كبير. بس انا عايز اقول لك حاجه، النهارده اول مباراه مثلا من شهر مارس، من شهر مارس من خساره مباراه البنك الاهلي 3-0 في كاس الرابطه، ان احنا ما نسجلش اهداف. يعني ممكن احنا قعدنا من شهر مارس بنسجل حتى لو بنخسر، بس بنسجل. النهارده يمكن دي اول مباراه ما نسجلش فيها من مارس، من مارس من تحديدا مباراه كاس الرابطه، وكانت قبلها الماتش اللي قبليه في الدوري كان ماتش بيراميدز اللي انتهى 0-0 في وجود فيريرا. يمكن من بعدها احنا كنا بنسجل في جميع المباريات، حتى في دوري الابطال نهينا قدام المريخ 4-3، في الكاس كل المباريات حتى البطوله العربيه محليا، يعني احنا بتكلم محليا ما سجلناش من شهر مارس. بشكل عام كان ماتش الشباب في البطوله العربيه، فدي برضو بنتكلم على نقطه اللي هي ان الزمالك فعلا محتاج تدعيم في المركز الهجوم، لان هو ده المركز اللي بيقدر يصنع لك الفرق. حتى لو عندك مشاكل دفاعيه بتتعالج واحده واحده. كابتن معتمد جمال من ساعه ما جه حقق رقم مش موجود في 2023، هو كسب خمس مباريات متتاليه، الرقم ده ما حصلش في 2023. احنا كل من بدايه الموسم طبعا، بدايه 2023 رحله اسوان خسرناها، دي اول مباراه، بدات سلسله خسائر كبيره. مش فريرا جه مكانه مدربين مؤقتين مصريين، وبعد كده اوسوريو برضو بقت فيها زايم. فالزمالك ما كسبش خمس مباريات متتاليه، كمان كابتن معتمد كان كسب خمس مباريات متتاليه في ثلاث بطولات مختلفه، كسب في الدوري، كسب في الكاس، كسب في الكونفدراليه. كابتن معتمد جمال هو اول مدرب مصري يكسب ثلاث مباريات متتاليه في دور المجموعات في البطولات الافريقيه كلها، دي ما حصلتش مع اي مدرب مصري. في ناس هتتكلم ان البطوله ضعيفه او مستوى الفرق، بس برضو احنا برضو كنا بنقع في فرق، مش هقول لك ضعيفه بس فرق متوسطه، ما تقدرش تحقق ثلاث مباريات متتاليه. يمكن هي مره وحيده في تاريخ الزمالك اللي حققها 2015 في الكونفدراليه، بس كانت مع فيريرا مش مدرب مصري، كسبنا ثلاث مباريات. فانا دايما شايف حاليا ان التركيز الفتره الجايه يبقى على مباراه سجرادة الجايه لعدة أسباب. أول حاجة إنك بتكسب مباراة رابعة على التوالي في الكونفدرالية، ودي ما حصلتش بقى تاريخيا إن الزمالك يكسب أربع ماتشات ورا بعض في دور المجموعات. تاني حاجة إنك بتأكد تأهلك، بص ده يريحك لقدام. هقول حاجة لطيفة بعد إذنك، المكسب حلو وكل حاجة، بس برضو أنا أبقى واقعي، أصل الكورة في ملعبي ومش عارف طبيعة الملعب عامل إزاي هناك، الخشونة، التحكيم، أنت عارف ظروف أفريقيا بتبقى مختلفة شوية، كويس إن أنا بلعب المكسب، لكن انا كرة في ملعبي فانا بتحكم اني عايز اطلع بنتيجه ايجابيه، اهم حاجه ما اخسرش على فكره، والمكسب يجي من خلال، لان انا في توقعاتي سجرادة هيبقى مستعجل، ممكن يفتح خطوطه اكتر واكتر، فانا وفرقه على فكره احسن فرقه فيهم طبعا عايزه تكسب. النعم ده ثلاث نقط بالظبط، بس هي النقطه اللي انا بتكلم فيها، لان انت هتواجه ضغط مباراه كبير جدا بعد يناير، في فبراير هيبقى في ثلاث بطولات مختلفه، فانت ممكن ما يسعفكش ان انت بقى تلعب يحصل دروب في المجموعه، لان مثلا ابو سليم لو كسب هيبقى تسع نقط، وانت لو خسرت مثلا من السجراطه هتدخله معاك، فانت ممكن تيجي اخر جولتين دول تلاقي نفسك الدنيا ايه
اتلعبكت وانت عندك ضغط ماتشات اصلا عايز تخلص بيلك. انا عايز اخلص طالما احنا قدامنا 10 ايام لسه بدري يعني الدنيا، فانت تخلص خلص نفسك. ده بيدي ثقه والله، بيدي ثقه طبعا. هو ادانا ثقه الفتره اللي فاتت فعلا. فاحنا حتى لو في دروب في مباراه الدوري لازم نركز في البطوله اللي هي الاهم اللي هي الكونفدراليه.